على إيفام أحلى راديو. رجعنا لكم في كلام في الليل، مازلنا متواصلين معاكم حتى لل 11 متاع الليل. نحكي على عقوق الوالدين، وقت اللي حكينا على وضعيات كثيرة النجم نتناولوها اليوم ونحاولوا نوضحوها من الجانب الديني مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشيبي حتى تكون عنا المعلومة. وهذاك علاش باش ناخذوا أول تليفون معنا. خليل من بن عروس. خليل مرحبا. مرحبا، شنو أحوالكم؟ الحمد لله يا سيدي، شنو أحوالك أنت؟ والله لاباس الحمد لله. شنو أحوال الدكتور والزملاء؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. إذا خليل باش تحكي لنا على تجربتك أنت، أنت عائق والديك؟ لا أنا مش باش نحكي على تجربتي، أنا باش نحكي في المطلق معناتها، لكن عندي برشا كلام باش نقوله، فهمت؟ باهي تفضل. شوف الوالدين وكيف ما يعرف الدكتور خاصة لو ساعات هكا وساعات هكا، ساعات تكون من الوالدين وساعات تكون من الأولاد. اي بالطبيعة، والأساس هو التربية. اي لو مثلا ما نعرفش أنا مثلا تو يبدأ مثلا بو مش قريب برشا، هي ساعات القراية هي تترك القراية لكن مش ديما. أنت مثلا بو مش قريب برشا، مثلا يسكن ولده في ظروف ماهيش باهية، ما يوفر له جسد يبها كلب الصباط يسهل المريض باش يمشي تقرا وكهو، وما يعيط له كان تقول انت ما يعملش تضحيات معناتها من اجل طفله. لا كمل اسمعني تفهم اكثر، انت فاهمك صحيح ولا هنا مع سامع معك، لكن أي. عندي كلام اخر بس نجي نقول لك مثلا يعمل كان الحاجات العاديه، ما يقولوش مثلا هيا ولدي مثلا نمشيو للبحر مثل البقاوه قدام البحر ميفي حاجات بسيطه، ما تنسيش تكون حاجات كبار، ولا ما يعتنيش حتى كي مش بينهم، يعتنيش حتى تزوجي وحتى كي من هاكم عيش زوجي مش معها قول حر ولا حاجة معناها انت، ويتعامل بصعوبة، ما يعرف كان مثلا يعرف كان خدمته هو ويدعوني بالخدمة كهو، ما يقول لك تيجي على كان على حاجة أخرى، فهمتني؟ ويكون معناتها تقول له على أخذ حاجة حتى تقول له ما نجمش مثلا بسياسة ما يفهمش معناتها، عرفت يتغسل السول صحيح، أنت خايب وأنت معناتها في ذلك الخايبة الكل، معناتها أنا حبيت نقول مرات هكا ومرات هكا. لهنا الشيخ بربي تنسلك يا شيخ، لهنا تفضل شيخ خليل. لهنا الشيخ أنا بتنسلك كيف مثلا توا يبدأ أبوه مع ولده هكاك، فهمتني؟ مش الولد مش من الطبيعي الولد باش يولي، ما نقولوش ياكلوا نحن ما نصلوش ما حاجه الكل، خاطر ماذا بينا ما نوصلوا لهي الجمله، مهما كان البو يقعد بو معناتها لكن كيف يولي الشاب الولد او الشاب يولي يحب يتجنب بو وما عادش يسمع كلامه في حتى شيء، مش يتسمى مش غلط يا شيخ، بعد الكلام هذا اللي قلته لك انا. يعطيك الصحه سي خليل. تفضل شيخنا. هو أخونا خليل ركز على جانب آخر اللي هو حقوق الأبناء على الآباء، يعني لأن كما الوالدين عندهم حقوق على أبنائهم كذلك الأبناء عندهم حقوق على والديهم، وحقوق ربما تبدأ من قبل ما يتولد المولود. يعني قال فما أولاد قالوا لبوهم قالوا شو عملت لنا أنت وكذا، وواحد يحاسبوا فيه يعني. قال لهم أعرابي وقال لهم وأول إحسان إليكم تخيري لمجيدة الأعراق باد عفافها، قالها أول إحسان لكم كون اخترت لكم أم طيبة ماجدة ذات أصل وذات قيمة وذات شرف لا تعيرون بها. فالإحسان للأبناء منذ اختيار الأم، ثم الجنين في بطن أمه عنده حقوق يعني، ولذلك الإسلام يعطي رخص للحامل، ثم بعد ذلك في الولادة يعطي رخص للمرضع في رمضان وفي غيره، مش يتم الرضاعة الطبيعية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم بعد قبل ذلك التسمية يختار له اسم حسن، يعني لا يختار له اسم يعير به أو يكون مثار تنمر أو سخري أو كذا. ثم في التربية وقل رب ارحمهما علاش كما ربياني صغيرة، إذن القيمة كلها في التربية، لأن الإنجاب هي مسألة بيولوجية حتى الحيوانات تتكاثر وتتناسل، ولكن القيمة في التربية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يربيه تربية صالحة وتربية سليمة ثم يعني يؤهله للمستقبل. حتى جاء رجل سيدنا عمر الخطاب يشكو له ابنه قالوا رأوا ابني ضربني
سيدنا عمر بن الخطاب قال نادوا لهذا الابن العائق، ولكن قبل أن يسلط العقوبة أو كذا بحكم هو ولي أمر زاد بخلاف الجانب الديني، هناك جانب دنيوي، فقال يعني سألوا قالوا ما اسمك؟ قال له اسمي جعلن، جعلن أكرمكم الله يعني خنفساء، اسم يعني سماه اسم حشرة. قالوا تعرف تقرأ؟ قالوا ما نعرفش. تعرف تكتب؟ قال لا. تعرف صنعة؟ قالوا لا. تحفظش قرآن؟ قالوا لا. قال يعني فعندما وجد كل الأمور يعني غير مناسبة نادى الأب وقال له لقد عققته قبل أن يعقك. يعني أنت أعددت جيل من العقيد. أنا باش نعقب على كلام خليل، لأنه فهمت أنه فما اختلاف في الأجيال بين الولد والأب، ويمكن عدم فهم في بعض الأحيان، وديما الإشكالية تصير بين الولد وبوه وإلا الوالدة متاعه، وقت اللي يقول له أنا قريتك، أنا وكلتك، أنا لبستك، أنا، وكأنه يعدد له شنو اللي عمل له. لكن في الأخير هو هذا واجب، هو هذا واجب، ولكن الأبناء عليهم ألا ينظروا إلى ذلك على أنه واجب، على أنه فضل، لأن الوالد أو الوالدة هناك أشياء لا تقوم بثمن. يعني عندما شاهد سيدنا عمر الخطاب رجلا يعني يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها الكعبة وقام يعني بعمرة معها أو حج، بعد ذلك سأله قال يا أمير المؤمنين هذه أمي، قال وراني عملت لها حاجة، وقال أحيانا أحملها إلى الخلاء وتقضي حاجتها وهي بين يدي، قالوا ساعات أمي نهزها يعني أكرمك الله تقضي حاجتها، ولكن يعني تتبول عليه أو براز أو كذا على ملابس، قال رجعتش فضلها، قالوا لا، علاش؟ قالوا هي كانت تفعل لك ذلك وتتمنى لك الحياة، وأنت تفعل لها ذلك الآن وتتمنى لها الموت. قالوا أنت وقت صغير أمك تبدل لك الحافظة وكذا، وهي الأمهات يترنمون ويتغنون إن شاء الله ولدي يكبر، إن شاء الله ولدي يعيش، إن شاء الله كذا، وهي سعيدة مسرورة. لكن العكس عندما يكبر الوالدان يصبح الأبناء يتضجرون، كان لقينا الموت نشروها له بالفلوس، تعب برشا، إن شاء الله ربي يخفف عليه، هو يعني ضمنيا غاية للتخلص من. بالعكس يلزم الإنسان في تلك الفترة، علاش الآية اللي انطلقنا منها، إما يبلغن عندك الكبار، لأن بر الوالدين في الشباب شيء، وفي يعني بالنسبة للشاب في صحة والديه شيء، ولكن في مرحلة الكبار يلزم نطلعوا شوية في الجرعة نتاع البر. علاش؟ خاطر وقت الكبير بتشوف منه ربما سلوكيات، ربما يفيقك في الليل، ربما يناديك على أسباب تافهة، تقلق راحتك. نعم، يقلق أحيانا في فترة من الفترات إذا أنت قلقت راحته. نعم، ثم فما أمراض الشيخوخة والكبار اللي نشوفوا فيها الآن، الزهايمر والخرف وكذا، تخلي الأب أو الأم في السن هذيك ربما سلوكياته تتغير. معروفة هذه، يعني لم تعد تحسن الطبخ الأم، الأب لم يعد يحسن التصرف كذا. فأنت الآن جي الحكمة الإلهية، إما يبلغن عندك، ثم سطرين تحت كلمة عندك يعني مش في دار المسنين أو التسمية القبيحة، نعم العجز الخطر، وكأنهم أصبحوا لا، هم هذكم آباء وأمهات وأنفقوا من صغرهم ومن شبابهم من وقتهم وكل شيء باش وصلت أنت لك القوة هذيك والمرحلة هذيك. لكن هنا فما قضية الأجيال، كون الأبناء خلقوا لزمان غير زمان الوالدين، يعني ما ينظرش الأب يعني بعقلية الستينات لجيل العشرينات. أكيد. نعم، يعني ما يقولوش احنا في عاداتنا لا. هي أحد السوسيولوجيين يقول يعني نريد من أبنائنا أن يكونوا نسخة مطابقة للأصل منا، قال نوكلهم عاداتنا وتقاليدنا بالملعقة، نحب يكون، قال ويأبى الله إلا أن تكون نسخة مخالفة للأصل، يعني لأنه تخلق الظروف أخرى والبيئات أخرى، فهذا ما يسمى يعني بصراع الأجيال أو شيء، يعني يتفهم إذا كان مخذاش يعني نواحي مرضية. أحيانا هناك عنف من والدين، قسوة ربما، وأحيانا هناك سلوكيات يعني نماذج فاقعة في العقوق. وفي إحدى المرات يعني في برنامج إذاعي في مثل هذا الأمر تحدث أب عن معاملة بنته، يعني اشكات به للشرطة. وقت اللي استدعوه قالوا لها باين شنو بتحب تعمل محضر بوك، قالت لهم لا نحب نرجع له الكف اللي ضربوه لي هكذا. وهذه يعني مرت بي شخصيا المسألة هذه في برنامج إذاعي وقتها، يعني مسألة فاقعة موجود. ثم جانب الوالدين أحيانا ما يساعدوش أبنائهم باش تبرهم،
لأن الوالدين بشر في نهاية الأمر. رحم الله امرئا ساعد أبنائه على بره. لازم الوالدين يعاون أولادهم في هذا الظرف كما كان يحكي أخونا خليل، تفهم وراه مش فقط تقول له كما ذكرت أختي فرح يعني أنا نعطيك نصرف عليك كذا، لا راه فما هناك يعطيك الصحة حاجات لازم تلبى، هناك عطف لازم يغذى، هناك روح لازم يعني تشبع، هناك غايات لا يهملها الوالدين. كما الأبناء زاد وقت يكبروا والديهم يقولش أنا عامل له شهرية ولا عامل له ماندا ولا هاني نشري له في لبس ولا نشري له في الدواء، لا أحيانا الأب أو الأم كل غاية كونك تسمع، كل غاية كونك يعني تعطيه شوية من وقتك، أحيانا بيشكر لك نفس الحكاية اللي أنت تعرفها، ولكن أنت مطالب لهنا بلطف كونك يعني تقبل وتقبل منه. أكيد مازلنا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 380 ألف. معنا محمد من تطاوين. محمد مرحبا. أهلا.